ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أيها المسلمون خلق الله الخلق ليعبدوه ونصب لهم الأدلة على عظمته ليخافوه ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه ليكون ذلك قامعا للنفوس عن غيها وفسادها وباعثا لها إلى خلاصها إلى فلاحها ورشادها فاحذروا ما حذركم وارهبوا ما رهبكم من النار التي ذكر في كتابه وصفها وذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعتها دار اشتد غيظها وزفيرها وتفاقمت فظاعتها وحمي سعيرها سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 لا يطفأ لهبها ولا يخمد جمرها دار خص أهلها بالبعاد وحرموا لذة المنى والإسعاد جهنم يصلونها فبئس المهاد يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار أخرجه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا تنسوا العظيمتين لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار ثم قال وهو يبكي ودموعه قد بلت جانبي لحيته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من أمر الآخرة لمشيتم إلى الصعيد ولحثيتم على رؤوسكم التراب أخرجه أبو يعلى أيها المسلمون الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك وناركم هذه التي توقدون جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها وإنما تجدون من حر الصيف وهجير القيظ نفس من أنفاسها يذكركم بها ففي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وإن شدة الحر من فيح جهنم يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يؤتى بها تفصح عن شدة الغيظ والغضب ويوقن المجرمون حين رؤيتها بالعطب وتجثو الأمم حينئذ على الركب ويتذكر الإنسان سعيه وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قعرها وعنقها 70 خريفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع وجبه هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا
فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، رواه مسلم. وينصب الصراط على متن جهنم بفظاظتها وفضاعتها وقصف أمواجها وجلبة ثورانها، دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، فيمر المؤمنون على قدر أعمالهم كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. يساق أهلها إليها نصبون وجلون، يدعون إليها دعاء ويدفعون إليها دفعا، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. النار تغلي بهم كغلي القدور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. يستغيثون من الجوع فيغاثون بأخبث طعام أعد لأهل المعاصي والآثام. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه وليس له طعام غيره، رواه أحمد. ويغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، شوك يأخذ بهم لا يدخل في أجوافهم ولا يخرج من حلوقهم. ويغاثون من غسلين أهل النار، وهو صديدهم ودمهم الذي يسيل من لحومهم، فإذا انقطعت أعناقهم عطشا وظمأ سقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها، وأغيثوا بحميم يقطع منهم أمعاء طالما ولعت بأكل الحرام، ويضعضع منهم أعضاء طالما أسرعت إلى اكتساب الآثام، ويشوي منهم وجوها طالما توجهت إلى معصية الملك العلام. بئس الشراب وساءت مرتفقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه، ثم يعاد كما كان، رواه أحمد والترمذي. وإن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعانون في جهنم ما بين مقطعات النيران وسرابيل القطران، ما يقطع الأكماد ولا تطيقه الجبال الصم الصلاب الشداد. يتجلجلون في مضائقها ويتحطمون في دركاتها، ويضطربون بين غواشيها مقرنين في الأصفاد. وما لهم من أسر جهنم فكاك، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وتؤصد عليهم الأبواب ويعظم هناك الخطب والمصاب، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ويلقى عليهم البكاء والحزن فيصيحون بكيا من شدة العذاب، وهم في فجاجها وشعوبها وأوديتها يهيمون: يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فحزنهم دائم فما يفرحون، ومقامهم محتوم فما يبرحون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار لا يبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم لا يبكون الدم، يعني مكان الدم، أخرجه الحاكم. يبكون على ضياع الحياة بلا زاد،
يبكون على ضياع الحياة بلا زاد، وكلما جاءهم البكاء زاد، فيا حسرتهم لغضب الخالق، ويا فضيحتهم بين الخلائق، وينادون ويصطرخون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ينادون إلها، ينادون إلها، طالما خالفوا أمره وانتهكوا حدوده وعادوا أولياءه. ينادون إلها، حق عليهم في الآجلة حكمه، ونزل بهم سخطه وعذابه. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا يرحم باكيهم ولا يجاب داعيهم، قد فاتهم مرادهم وأحاطت بهم ذنوبهم، ولا يزالون في رجاء الفرج والمخرج حتى ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، نار لا تطفأ ونفس لا تموت، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ويتلاومون ويتلاعنون ويتقابلون ويتكاذبون، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا، ويشتد حنقهم على من أوقعهم في الضلال والردى ومد لهم في الغي مدا. يقولون: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ويقول من عشي عن ذكر الرحمن لقرينه الذي صده عن القرآن وزين له العصيان: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعهم ذلك، لأنهم في العذاب مشتركون، ولكل ضعف ولكن لا تعلمون. عباد الله، تلك بعض أوصاف النار وأحوال أهلها، فاستعيذوا بالله من النار، استعيذوا بالله من النار، ومن قول أو فعل يقرب إلى النار. ولقد أضل منكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكذبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
الله أكبر.